I think what make a big event is the setting. واليوم بلاقي هيدي السنة ظهرنا من السيتنج التقليدي اللي كل العالم اتعودت عليه، فبحس انه هيدا الشيء كتير حلو. It's a good start for just changing everything and just يعني عم ننفتح على العالم، عم نفرجي قديش نحن عنا creativity بطرح المواضيع وبالقصص. واليوم اكيد من قلب بيروت ومن اسواق بيروت، يعني شيء كتير حلو. كمان حيكون اذا بدك 2-in-1 هذا الحدث، لانه حيكون كمان سياحي، حيفرجي العالم اللي عم تحضرنا من خارج لبنان على جمال بلدنا واكيد المنطقه اللي هو الوسط التجاري وكل المحلات الموجوده فيه.